تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وتسعى الأكاديمية الدبلوماسية من خلال هذه الندوة إلى المساهمة في الحد من هذه الظاهرة. في إطار رئاسة بلادنا لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية وتخليدا لليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، تحتضن الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية ندوة علمية بمشاركة فقهاء ودبلوماسيين والمهتمين بالشأن الثقافي. يوم 15 مارس هو اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وقد تم اعتماد هذا اليوم السنة الماضية من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، وبادرت الأكاديمية الدبلوماسية حينها لتخليده تلقائيا بندوة حول هذه ظاهرة الإسلاموفوبيا، وأردنا أن نعيد الكرة هذه السنة لكي تكون ضمن نسجلها ضمن التقاليد الأكاديمية الدبلوماسية. ونحن إذن فخورون بوجود هذه كوكبة الفقهاء العلماء معنا اليوم، وستليم أيضا كوكبة من أطر وزارة الشؤون الخارجية الدبلوماسيين والقانونيين. نريد أن يكون هذا النقاش حول الإسلاموفوبيا من منظور فقهي ومن منظور دبلوماسي وقانوني تكون رؤية شاملة لهذه الظاهرة التي نهتم بها تهتم بها الأكاديمية الدبلوماسية، وهي إذن ندوة علمية بحتة. الندوة المنظمة من قبل الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية تحت عنوان الدبلوماسية الثقافية والتصدي لظاهرة إسلاموفوبيا تندرج ضمن تنفيذ المكونة الدبلوماسية العامة في برنامجها للسنة الحالية. وصفوة القول أن الإسلام دين سلام ودين سماح، ولا صلة له بالإرهاب، فالإرهاب ظاهرة كونية في كل موجودة في كل الأديان وموجودة في كل المجتمعات، ولكنها ظاهرة، وفهي ظاهرة إذن فهي ظاهرة غير مرتبطة بالإسلام على سبيل الخصوص. وبالتالي فإن الدبلوماسية سواء كانت دبلوماسية رسمية أو دبلوماسية شعبية ينبغي أن تسعى جاهدة لتقديم الصورة الحقيقية للإسلام ولرفع اللبس الذي يحدث في أذهان من لا يعرفون الإسلام حق المعرفة. الندوة العلمية تمت خلالها مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا والتي باتت منتشرة في المجتمعات الغربية، والعوامل التي ساهمت في زيادتها من الناحية الشرعية والقانونية، من خلال جلستين تناولت الأولى منهما إبراز قيم التسامح والإيثار في الإسلام، فيما تناولت الجلسة الثانية دور العمل الدبلوماسي في مكافحة الإسلاموفوبيا.